امبارح كمان اقيمت في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة اللقاء الفكري مع مفتي الديار المصرية الدكتور محمد شوقي علام، واتكلم فيها عن الهوية المصرية والخطاب الديني الوسطي المستنير. الأزهر الشريف يقوم على ثلاثة أركان، يقوم على فكرة التعددية المذهبية، بأنه لا حرج على الإنسان أن يدرس مالك ولا الشافعي ولا كذا ولا كذا، ثم يقوم على العقيدة الأشعرية وعلى تهذيب النفس وهو المعروف بالتصوف. كل هذه الأركان تمثل الحقيقة الأزهرية. هو لا يرتضي هذا الأمر من التصوف، يعتبره بدعة من البدع، ويرى بأن المذهبية لا هي تقف حجر أو عائق أمام الرجوع إلى الصحابة الكرام وإلى التابعين، إلى الأجيال الثلاثة الأولى، جيل الرسول الكريم والصحابة والتابعين، ويرى بأن فكرة العقيدة الأشعرية فكرة ضالة. وليه صراحة يقولون بأن هذه الفكرة أو هذه العقيدة عقيدة ضالة، مع أنها هي صمام الأمان للمجتمعات، ويتبعها الآن أكثر من 1 مليار وربما نصف، وأنا أقول بس بعدد أقل بكثير، 1.5 مليار مسلم على مستوى العالم. كيف يرضى الله سبحانه وتعالى بأن يبقي هؤلاء على هذه العقيدة الضالة حتى دون بحث ودون دراسة متأنية؟ أفهم من كلام فضيلتك أن أنت منحاز للمنهج الرشدي. نعم، بكل وعلى فكرة الحكمة ضالة المؤمن. أيضا إحنا خدنا من أقوال ابن تيمية في حتى في التشريعات القانونية، في قانون الأحوال الشخصية، الطلاق الثلاث بلفظ واحد اعتبرناه واحدة أخذا بقوله. نحن منفتحون لكن بعقلية تعالج مشاكلنا، تعالج واقعنا معالجة حقيقية جادة. أما أننا انغلقنا أو أننا انفتحنا انفتاحا كاملا، هذا لم يكن، لم ننغلق وانفتحنا وأقبلنا على الآخر لكن بعقلية رشيدة. فكرة استرداد ويعني إعادة الهوية للنهج الفقهي والفتوي في مصر بعد حالة اختطاف واستلاب واضحة، لكنه يحذر أيضا إذا كان هناك تدين قشري ناجم على فهم قشري ناجم عن تطرف واستخدامات سياسية وإيديولوجية معينة لجماعات بعينها، فهو يحذر أيضا من الغلو في الاتجاه المضاد، لأن حقيقة إذا كانت القاعدة تقول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة أو مضاد له في الاتجاه، في هذه الحالة تحديدا تنكسر هذه القاعدة، لأن نحن لا نريد على الإطلاق احتراب مجتمعي تكون ضحيته فكرة الاعتدال المصري. يا جماعة، الاعتدال المصري ده جاي من مية النيل الرائقة. الاعتدال المصري ده لأن احنا شعب، ما احنا الشعب مالح، احنا شعب عذب، اللي بيجري في دمنا ده مية النيل وهي مياه عذبة. وقانا الله من شر الفتن، ووقانا الله من شر احتجاز النهر، لأننا لا نستطيع أن نعيش من خلال النهر. هي الآية تقول بكمالها وتمامها: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوا. هل الأمر هنا على الوجوب ولا على الاستحباب ولا إيه؟ الأمر على الإباحة، لا نقطة أولى في فهم النص، يعني لا يجب ولا يستحب. طيب، هل الإباحة دي طبقها رسول الله وهو الذي نزل عليه القرآن الكريم؟ لو كان الأمر على الإباحة عايز تطبيق يبقى نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. تروي الأم المؤمنين عائشة وتقول: لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لم يضرب زوجا بمعنى زوجة يعني، ولم يضرب ولدا، ولم يضرب خادما،
إلا أن يكون في ميدان الجهاد في سبيل الله. لما يكون في حالة الحرب يكون شجاع ويضرب رقاب الأعداء، حتى إن الصحابة يقولون كان إذا حمي الوطيس، يعني حمي اشتدت الحرب، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو الهين اللين، شوف الذي يحتمى به في الحرب من الشجاعة الكبيرة التي لا نظير لها، ومع ذلك في بيته وجيرانه ومع إخوانه ومع مجتمعه هين لين. والقرآن الكريم يقول عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.